بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان، عربيه 2015، حته من الممنوعات زي ما احنا متعودين، وبنعرض لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي هيتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا ريس. وليد. حبيبي يا عم وليد، منين؟ بن السويف. احسن ناس يا سعاده الباشا. اول حاجه شرفناك في معرض غصن الزيتون. الله يخليك يا حبيبي يا سعاده الباشا. اول حاجه، ايه رايك في المعامله في معرض غصن الزيتون؟ ايه رايك في العربيات اللي موجوده في المعرض؟ معامله كويسه وناس محترمه وحاجه تشرفنا يعني ان شاء الله. طب كنت بتتابعنا على السوشيال ميديا والكلام من ده؟ تابعكم على الصفحه، على كل حاجه، حاجه كويسه باذن الله. الله يبارك لك يا معلم. نفس اللي انت كنت بتشوفه في الصفحه جيت لقيته هنا ان شاء الله في المعرض. كل حاجه لقيناها زي ما هي، نفس اللي على الصفحه لقيناها موجوده على الواقع برضه. الله يبارك لك يا سعاده الباشا. حد اثر معاك في اي حاجه ولا نفس اللي احنا؟ معامله كويسه وخدمه متوفره وكل حاجه كويسة. الله يبارك لك. العربيه بقى اللي انت واخدها دي ايه رايك فيها؟ لا حاجه كويسه تمام. انت من ممنوعات زي ما احنا متعودين، وبنقول ربنا ان شاء الله يديك خيره ويكفيك شرها ان شاء الله يا سعاده الباشا. لا حاجه تمام. برضه على الرئيس اللي معانا علاء. حبيبي يا عم علاء، اول حاجه اهلا وسهلا بك في معرض غصن الزيتون. الله يكرمك حبيبي يا عم علاء. ايه رايك في المعامله في معرض غصن الزيتون؟ جميله بصراحه. لا انت قلت انت تتخانق معايا. لا جميله والله. حبيبي يا معلم، اول حاجه ربنا يبارك لك في العربيه اللي انت خدتها. ننصح بقى الناس اللي هتشوفنا على النت بقى زي ما انت كنت بتتابعنا كده، تقول لهم ايه عن المعرض؟ والله يجوا غصن الزيتون احسن لهم يعني. حبيبي سعد، احنا يجوا غصن الزيتون ليه؟ انت في كل حاجه، في بجنيه وفي ب2 جنيه بالبلدي. بس لقينا يعني المعامله كويسه والمكان مريح والحاجه اللي احنا عاوزينها لقيناها موجوده. الله يبارك لك يا سعد. وعلى طول يعني السلام عليكم. في اي حاجه ولا دفعت واستلمت وانت واقف؟ ما كملناش حاجه يعني. دفعت واستلمت عربيتك واحنا واقفين 10 دقايق واتكلنا على الله. حبيبي سعد الباشا، الف مبروك يا سعد. الله يكرمك يا باشا. مبروك يا صاحبي. مبروك يا معلم.